بس عشان مش حافظ. ليلى ليلى لا 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 بالورد دي متعطرة لا مرسومة بالمسطرة والخطوة دي متمخترة تمشي وتعمل قلبة والحرق اللي عامل قلق معصر قلبي لو اتسرق بحلف وبقول عللا اللي سبانا بنطار شكرا استاذ سعد المجرد بنشكرك وان شاء الله موفق غدا في الحفله تكون حفله جامده وتكسر الدنيا وكل الجمهور يستمتع بنشكر طبعا تاج محل منظم الحفله استاذ عمرو بنشكر مجموعه سان رايز مستر حسام على كل المجهودات اللي بيعملها واستقباله لينا واستقبال استاذ سعد بنشكر طبعا استاذ رضوان مدير الاعمال استاذ سعد المجرد استاذ الكاتب الصحفي الاستاذ سعد السلطان وشكرا لحضراتكم جميعا وان شاء الله بكره نلتقي في الحفله ومع سعد المجرد ويكسر الدنيا عايز تقول كلمه تختم او اي حاجه؟ اقول لكم باللهجه المغربيه باش ناخذ راحتي شويه اوكي بغيت نشكركم وانا مشكور هيوصلكم يعني المسج حيوصلكم عشان من القلب بغيت نشكركم على الحضور ديالكم ورغم كل الصعاب انتم واقفين هنايا معايا كنبغيكم بزاف ونتمنى نشوفكم المره الجايه ان شاء الله قريبا اسم المطربه الهنديه شريا 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 حيشتري حاجه شريا